النشأة الرياضية من الميادين، أهلا بكم. ملف استضافة العاصمة الفرنسية باريس أولمبياد 2024 أولى مهمات الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون. الرئيس الجديد استقبل أعضاء لجنة التقييم الأولمبية الدولية لتفقد المنشآت الرياضية بهدف دراسة ملف ترشح استضافة دورة الألعاب الأولمبية. الاجتماع بين اللجنة والرئيس استمر ساعة في قصر الإليزي، وأكد ماكرون أن بلدية باريس ستكون على أتم الاستعداد للاستضافة. يذكر أن الرئيس الفرنسي اتصل في وقت سابق برئيس اللجنة الدولية توماس باخ ليظهر دعمه الكامل لاستضافة الألعاب الأولمبية. قبل يوم على انطلاق نهائي كأس إيطاليا بين اليوفي ولاتسيو، الفريقان يزوران البابا فرانسيس. الحبر الأعظم أكد أهمية سلوك اللاعبين على أرض الملعب لكونهم يمثلون شريحة كبيرة من الجماهير حول العالم. البابا تحدث عن العنف في الملاعب الكروية وطالب زائري بالعمل على خنق هذه الظاهرة المنتشرة في مختلف الدول عبر إظهار الأخلاق العالية. شبان منتخبي الأرزي والعناب يفتتحون كأس آسيا الأولى لمنتخبات اللاعبين ما دون 20 عاما في كرة الصالات. في العاصمة التايلاندية بانكوك انطلقت اليوم الثلاثاء البطولة وتستمر حتى 26 من أيار مايو الحالي. بثلاثية نظيفة استطاع منتخب الأرز الفوز على العناب القطري. أربع مجموعات تشارك في البطولة، يتأهل الأول والثاني من كل واحدة إلى الدور ربع النهائي الذي يبدأ الاثنين المقبل. بطل هذه النسخة ووصيفه يمثلان بلديهما في أولمبياد الشباب عام 2018 في بوينس آيرس على أن يتمثلا بمنتخبين لاعبين ما دون 18 عاما. بكلمة مؤثرة ترك أسطورة كرة القدم اللبنانية رضا عنتر رسالة اعتزاله اللعبة الأحب إلى قلبه. اعتزال القائد هو آخر شيء جميل كان قد بقي في كرة القدم اللبنانية. الأسمر الجميل اختار بأناقة كلمات تركه لها تماما كما كان أنيقا في كل مرة وعدها وركلها وسجل منها أجمل الأهداف. بعد مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم امتدت لأكثر من 20 عاما، وبعد كل هذا التعب المضني والشاق الذي بذله في جسده وروحه، وجد رضا عنتر أن الوقت قد حان لإسدال الستارة على مسيرة مثمرة بالنجاحات والتميز على الصعيد المحلي والأوروبي والآسيوي. هو اليوم الذي كان متوقعا أن يأتي، لكن التفكير فيه ترك دائما أمنية بعدم وصوله. هو يوم اعتزال القائد الذي استحق بالفعل لا بالوصف أو الكلام أو الشارة التي زينت ساعده الأيسر أن يسمى هذه التسمية، فهو كان مثالا للقيادة والتضحية والوفاء في كل مرة ارتدى فيها قميص منتخب لبنان وناديه التضامن صور، وحتى الأندية التي لعب لها في ألمانيا والصين. أطلق عليه لقب سفير كرة القدم اللبنانية، فكان أكثر من سفير بل مبشرا في بلاد الاغتراب، وكان النجم الذي فتح باب الاحتراف أمام أبناء جلدته، وأكد أن اللاعب اللبناني لا ينقصه أي شيء لكي يرتقي إلى مستوى أقرانه المختلف الجنسيات، وتحديدا في الدوري الألماني الذي يعد أكثر البطولات الوطنية جمعا للاعبين الآتين من مختلف أقطار العالم. ابن مدينة صور سيراليوني المولد أبصر النور في 12 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 80، وبدأت رحلته الكروية مع التضامن صور عام 98. موهبته الفذة وصفاته القيادية حملته عام 2001 إلى ألمانيا، وتحديدا إلى مدينة هامبورغ، حيث لعب مع فريقها 23 مباراة قبل أن يحط الرحالة عام 2003 في فرايبورغ. عام 2007 قاد رضا عنتر كولن للتأهل إلى البوندسليغا، حيث فرض نفسه معشوق الجماهير برفقة مواطنه يوسف محمد. بعد نهاية حلمه الأوروبي الجميل، فتحت القارة الصفراء ذراعها لقائد منتخب لبنان، وانتقل إلى شاندونغ ليونينغ ومن ثم جيانغسو. رحلة الاحتراف انتهت عند عتبة الصين. عاد رضا أدراجه إلى بيته الأول وشارك مع التضامن صور في موسم تاريخي لمدينة صور. على صعيد المنتخب شهد لبنان بقيادة رضا طفرة فنية بعد تأهل رجال الأرز إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
جوائز الدوري الفرنسي ابتسمت لنجم باريس سان جيرمان إدنسون كافاني باختياره أفضل لاعب لهذا الموسم. المهاجم الأوروغوياني تربع على قائمة الهدافين في الليغ 1 بتسجيل 35 هدفا هذا الموسم. كافاني أشار إلى أن الأداء الجماعي للفريق الباريسي جعله يتوج بالجائزة الفردية. مدير الجهاز الفني لفريق موناكو ليوناردو جوردم حاز جائزة أفضل مدرب، ولاعبه كيليان مبابي اختير أفضل لاعب صاعد. على أعتاب نهاية الدوري الإسباني هذا الموسم، ودع أتلتيك بيلباو حارسه غوركا أرايسوس أحد رموز الفريق. الوداع عكس العلاقة الودية بين اللاعب وإدارة النادي، والجمهور تذكر أهم اللاعبين السابقين. قبل 10 أعوام وصل الحارس غوركا إرياسوس إلى الشمال الإسباني آتيا من مقاطعة كاتالونيا وتحديدا من نادي إسبانيول. ارتدى قميص أتلتيك بلباو ابتداء من عام 2007 لتكون المواجهة أمام ليغانيس الأخيرة له مع الفريق الباسكي. إدارة النادي طلبت من الجمهور الحضور بكثافة لحشد أكبر عدد في وداع أحد اللاعبين المميزين. لبى أبناء إقليم الباسك الطلب، فوجهوا التحية الحارس المتألق في ليلة حمل فيها على أكف زملائه ورفعوه عاليا. ابن مدينة بامبلونا وجه الشكر لكل من رافقه على مدى عقد كامل، كان شاهدا على التتويج بكأس السوبر المحلية عام 2015، إضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري الأوروبي عام 2012. ممثل الكرة الباسكية يعمل دائما على وداع أبطاله بالطريقة نفسها، على عكس أندية عملاقة كما هي الحال في ريال مدريد. هذا الوفاء للاعبين يعود إلى الانتماء لإقليم الباسك عامة، لأنه لا يمكن التوقيع مع أي لاعب إذا كان من خارج الحدود الباسكية. لكن في السنوات الأخيرة تعاقدت إدارة النادي مع لاعبين تعود جذورهم إلى مدن حدودية وتحديدا من أقصى الجنوب الفرنسي. الجمهور تفاعل كثيرا مع لحظة الوداع، وعاد بالذاكرة إلى عام 2010 حين اعتزل خوسيباه. وضعت مشاهد الاعتزال على موقع فيسبوك كتحية خاصة لمن ترك أثرا واضحا، واللافت أن المهاجم شارك في آخر موسم له من دون أي مقابل حين كانت ميزانية الفريق متواضعة. الأحد المقبل موعد إعلان صفقة انتقال خميس رودريغيز إلى مانشستر يونايتد. الإعلام الكولومبي أكد أن العقد بات جاهزا لانتقال لاعب ريال مدريد إلى النادي الإنجليزي ابتداء من الموسم المقبل. إذا جرت الصفقة فسيكون النجم الكولومبي قد ارتدى قميص النادي المدريدي لثلاثة مواسم، وتحديدا بعد مونديال البرازيل. اللافت أن خماس حل بديلا من أنخيل دي ماريا عام 2014 بعدما غادر إلى مانشستر يونايتد، وها هو ينتهي به المطاف في النادي نفسه. والآن إلى جولة الصحف مع أماني مهنا. شكرا وأهلا بكم. نبدأ من إنجلترا. ديلي ستار ذكرت أن مانشستر يونايتد يرصد 128 مليون يورو لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات الثنائي جاريث بيل وخماس رودريغيز. بحسب اليومية، فإن الشياطين الحمر سيسعون لإتمام هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي لعام 2017. ننتقل إلى إسبانيا. أس عنوانات: رجل دين سعودي يطلب من فيفا منع الاحتفال بتسجيل الهدف عبر رسم إشارة الصليب. اليومية نقلت دهشة رئيس فيفا جاني إنفانتينو حيال طلب الشيخ محمد العريفي عبر تويتر، على اعتبار أن توصيات الفيفا تنص على عدم إدراج السياسة والدين في كرة القدم. أشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من الاحتفالات يعد أمرا شخصيا تماما كما يحصل لدى الطوائف الأخرى. نبقى في إسبانيا. وسبورت الكتالونية عنونت: فالفيردي متقدم. أكدت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي هو المدرب المقبل للبرشا، وأكدت اليومية أنه بات قريبا جدا من التوقيع مع الفريق، وخاصة أن هناك مفاوضات جادة بين الطرفين. نختم هذه الجولة من فرنسا. ناصر الخليفي له دور في فقدان اللقب البطل. ليكيب كتبت: إذا كان اللاعبون والفريق مخطئين، فإن ناصر الخليفي لم يقدم على أي خطوة تنقذ باريس سان جيرمان من موسم سيء. الصحيفة انتقدت القطري رئيس النادي الباريسي وحملته مسؤولية تراجع الفريق. مع هذه الصحيفة الفرنسية نختم الجولة الرياضية الصحفية، وعودة إليك عبير لاستكمال النشرة.
شكرا لك أماني. في السلة الأمريكية حسم بوستن سيلتكس المواجهة السابعة والفاصلة مع ضيف واشنطن ويزرز ليتأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية. إيزايا توماس قاد هجوم أصحاب الأرض بتسجيله 29 نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة. نجم ويزرز برادلي ديل حاول قيادة فريقه إلى النهائي من دون نجاح على الرغم من تسجيله 38 نقطة. هذا وتنطلق السلسلة النهائية للمنطقة الشرقية غدا بين بوستن وكليفلاند كافاليرز. A little curl, Morris. They're both getting confused on their rotations. And Olynyk. Olynyk a three. في السلة اللبنانية حقق فريق هومات من أول انتصار له في السلسلة النهائية أمام ضيفه الرياضي في لقاء دفاعي بامتياز. تشكيلة الضيوف يغيب عنها أبرز نجمين بسبب الإصابة ليتكبد الرياضي الهزيمة بفارق 4 نقاط. نجم الهومات من ديوارك جونسون كان نجم اللقاء بتحقيقه ثنائية مزدوجة مؤلفة من 21 نقطة و11 متابعة. المواجهة التالية بين طرفين موعدها يوم الأربعاء. يذكر أن السلسلة النهائية مؤلفة من 7 مواجهات على أن يحرز اللقب من يحقق الانتصار في 4 مباريات. نهاية الرياضية. شكرا لكم على حسن المتابعة. لمزيد من أخبارنا الميادين.net. تحية رياضية في أمان الله.